قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن الدولة لديها خطة واضحة لزيادة حجم إنتاج الزيت بدلا من الاعتماد والشراء من الخارج. وأضاف الرئيس السيسي خلال افتتاح المرحلة الثانية لمدينة سايلوفودز الصناعية الغذائية أن الحكومة تعمل على تشجيع المستثمرين لإقامة مناطق لوجستية لمصر والمنطقة، وأكد أن السلع الأساسية والاستراتيجية متوفرة ونحافظ على توفير الاحتياطات اللازمة باستمرار. الحاجة موجودة واحنا شفافين جدا معاكم وصادقين جدا معاكم وبنقول لكم كل حاجه. لما بيقول موسم القمح وموسم الرز وموسم البنجر والقصب، ده معناه ان حتى لو انت شايف النهارده 4.5 شهر للقمح، ده معناه ان الانتاج القادم هيخليك يعني ده بيسلم ده، واحنا محافظين على الست شهور رغم ان ده بيكلفنا اعباء ماليه. انا عايز اقول لكم كلمة ست شهور معناها ان انا بقى احبس او احجز فلوس لمدة ست شهور، صح كده؟ يعني بشتري واحطهم في المخازن، مش كده يا دكتور؟ صح يا فندم. ده اللي احنا بنعمله. ده تكلفة كبيرة جدا في ظل اللي احنا بنشوفه في العالم كله. لكن لا بأس، احنا مستمرين على موقفنا رغم الظروف الاقتصادية الصعبة اللي بتقابلنا.